اول حاجه بعدا هي الشرف نكون وسط العدد الكبير من الفنانين المغاربه والعرب. اليوم تكون واحد التجربه جديده ان شاء الله مع قناه ام بي سي، وغتكون ماشي اول تجربه في التقديم ولكن اول تجربه في تقديم برامج مسابقات. ان شاء الله غندير واحد البرنامج مسابقات اللي غيدعى على ام بي سي 5 ان شاء الله. اش نقول لك، كنتمنى هذا البرنامج التوفيق وكنتمنى ان شاء الله يكون ناجح هذا البرنامج. غتشوفوا حمزه فيلالي، حمزه فيلالي الحمد لله. زعما انا من المبادئ ديالي ما عمري ما نتصنع ولا نخلق واحد الشخصيه باش ندير شي حاجه كيما حمزه، كيما غتشوفوا في ام بي سي 5 كيما شفتوا قبل لا ميم شوز ان شاء الله. صراحة شنو نقول لك، يمكن السمعه اللي كتكلم فهمتي، زعما هما اتصلوا بيا عن طريق شي ناس في المغرب وقالوا لي راه بغينا واحد البرنامج ان شاء الله. مرحبا على الراس والعين. هو فرانشيز ديال واحد البرنامج عالمي اللي كيدوز في قناه فرنسيه كانال بلس، وغتكون النسخه العربيه ديالو ان شاء الله. دونك تلاقينا دغيا، داز لو كورون دغيا، تفاهمنا الكونسيبت عجبني ووافقت بدون تردد الحمد لله. من نهار بديت تنخدم من قلبي، ما تنقلبش على شي حاجه، كنخدم من قلبي وكنخليها في يد الله، والله كيجي من حوايج زوينين الحمد لله. وبالعكس انا فرحان بزاف، دابا مستريسي زعما خاص فريمون البرنامج يكون في المستوى الكبير ان شاء الله.